محمد ابراهيم ولاعب مهم محمد ابراهيم في نادي ماريتمو البرتغالي. النهارده كان عندهم ماتش في الدوري البرتغالي او في كاس البرتغال وتالق كعادته محمد ابراهيم. ازيك يا محمد؟ كابتن حضرتك اخبارك يا نجم؟ تمام الحمد لله. عملتوا ايه النهارده؟ والله الحمد لله ربنا كرمنا 4-0 الحمد لله. ما جبتش حاجه كده في الوسط؟ لا ما جبتش والله. ايه يا محمد فيها يا محمد؟ والله مش هينفع كده يا محمد، عمالين نقول يتالق ده كويس. ايه؟ اهم حاجه الاداء كويس. لا اهم حاجه انا بهرج معاك، بس يعني نتمنى بقى ان انت يعني زي ما كنت في الزمالك بتسجل تسجل كمان في البرتغال ان شاء الله. والله يا كابتن كريم طبعا الحمد لله في الزمالك بسجل على طول، بس الحمد لله انا واحده واحده المستوى الحمد لله النهارده يعني زاد بنسبه الحمد لله بنسبه 70%. الحمد لله الواحد ابتدى يرجع شويه واحده واحده، الواحد ابتدى يقف على رجله وبدافع وبهاجم الحمد لله. اللي بنطلب مني بأديه زي الجهاز ما بيطلب مني. النهارده الحمد لله عملت ماتش كويس، اخر كنت بلعب لحد دقيقه 60 الحمد لله ربنا كرمني النهارده لعبت 80 دقيقه. فده الحمد لله يعني واحده واحده، وكنت يعني اللي هي بطن حطت الاجوان الاخر، فده الحمد لله في حد ذاته حاجه كويسه يعني ان شاء الله. طب كويس، والفورمه بتاعتك خلاص بدات يعني تخش في فورمه الماتشات، فورمه محمد ابراهيم اللي احنا عارفينها. اه لا الحمد لله النهارده عملت الوقت اللي لعبته كله الحمد لله كان كويس، والناس الحمد لله مبسوطين من الاداء. طيب الحمد لله. وزي ما قلت لحضرتك ده في حد ذاته حاجه كويسه، وان شاء الله واحده واحده عندنا ان شاء الله الاسبوع الجاي ماتش في الدوري مع سبورتنج، ده ماتش مهم. سبورتنج لشبونه. ربنا يكرمنا ان شاء الله، وممكن يكون ربنا شايل خير ان شاء الله في الماتش ده، وربنا يكرمنا ويسجل باذن الله. رامي ربيعه بدا يشارك مع سبورتنج لشبونه في خف من اصابته ولا لسه؟ كلمت انا من يومين كده تقريبا ابتدى يتمرن، بس هم الناس لسه يعني الماتش اللي فات تقريبا كان في الكاس خافوا عليه. فهو ان شاء الله ربنا يكرمه الفتره الجايه ان شاء الله ويشارك باذن الله. موضوع شيكابالا محمد وعدم يعني وجوده في البرتغال وبقائه هنا في مصر عامل اصداء هناك سيئه على شيكابالا، في مشكله بالنسبه له مع النادي ولا ايه الموضوع؟ والله يا كابتن انت حضرتك عارف اكيد الناس هنا بتتكلم برتغالي، فانا مش يا محمد اشمعنى في دي؟ والله يا كابتن ده حقيقي، هو بس ساعات يعني ساعات كده في معايا ناس في الجهاز في مدربين بتتكلم معايا فبتقول لي شيكابالا، بقول لهم شيكابالا لعيب كويس جدا ولعيب موهوب. فهم بتقولها لهم ازاي بالبرتغالي بقى؟ ايه؟ بتقولها لهم ازاي بالبرتغالي؟ لا معايا الحمد لله معايا الناس بتتكلم انجلش وانا بفهم شويه كده فيعني طيب. بعرف طب ما انت بتفهم اهو بتفهم برتغالي، امال ايه؟ طيب اشمعنى في دي وقلت مش عارف حاجه؟ لا انا بتكلم عامه عن الناس اللي هم عامه الاعلام وكده، فاكيد كل حاجه برتغالي فمبقاش فاهم يعني قوي، لكن هو الاغلبيه اكيد الناس بتتكلم عن الموضوع. بس انا اتمنى يعني شيكابالا، اتمنى ان شيكابالا يرجع، يعني ان شيكابالا خساره، وشيكابالا من الناس الاهم اللاعبين اللي جت في تاريخ مصر. وشيكابالا ما فيش، انا كوجهه نظري شيكابالا من الناس القليله جدا اللي جت في مصر الموهوبه اللي هي بالظبط انت بتتفرج عليها بتستمتع بكورتها. فانا كمحمد انا بحب شيكابالا، فما بحبش شيكابالا في المكان اللي هو الكويس، ما بحبش شيكابالا حد يتكلم عن شيكابالا وحش، لان انا شخصيا شيكابالا ده واقف جنبي وانا صغير لما خدت الفريق، فانا بعزه يعني. بتتكلم عمر جابر واحمد توفيق ولا ما فيش كلام الفتره اللي فاتت؟ لا والله قبله كنت من فتره كده كلمت عمر عيدت عليه وكده، لكن الفتره اللي فاتت مش عارف اوصل له خالص. في حد من اللعيبه المصريين يعني ممكن انا سامع ان في احمد توفيق جاي له حاجه في البرتغال، في بتتكلم لحد او عندك معلومات عن حد من الزمالك ولا ما تعرفش؟ لا والله ما اعرفش خالص والله كابتن عن الموضوع ده خالص والله. بعت الناس كده يا محمد بالرخيص؟ لا ما اقدرش والله ما اقدرش ابيعهم. عمر وتوفيق دول اخواتي ودولت اتربوا معايا وهم عارفين الكلام ده كويس، ولكن اكيد هم عارفين الخطوه الجايه بتاعتهم ايه. انا من وجهه نظري اتمنى ان هم الخطوه الجايه يكونوا موجودين خارج مصر، لان هم من اللعيبه الكويسه واللعيبه اللي نجوم في جيلي، من اللعيبه المميزه جدا، واللي هم اتاخروا زي يعني من اللعيبه اللي اتاخرت زي في مصر. فانا اتمنى عمر جاب له اكثر من حته الفتره اللي فاتت، واحمد توفيق نفس الوقت. وكان الناس مجالس الاداره اللي فاتت كان ساعات بيفضلوا احنا مش عارف عاوزين ايه وبوظوا المواضيع. فانا اتمنى ان هم يكونوا موجودين في حته كويسه الفتره الجايه. ان شاء الله يا محمد انا بشكرك واتمنى لك التوفيق، وهنتابعك في لقاء سبورتنج لشبونه الاسبوع القادم مع نادي ماريتمو في الدوري البرتغالي. ربنا يخليك. وانسجمت على الحياه خلاص هناك، اتعودت على الحياه في البرتغال والامور تمام يعني الحمد لله.
الحمد لله الامور تمام الحمد لله، وابتديت الحمد لله تتكلم مع اللعيبه بطريقه صاحبوني، فدفع حاجه كويسه فاضل بس ان شاء الله زي ما حضرتك قلت. انا شفت لك صوره كده على النت اللي انت جيت اتجوزت وخدت مراتك ولا عملت ايه؟ خدت مراتي هتقعد معايا شويه، مش هترجع بس هترجع ان شاء الله في الشهر الجاي. وان شاء الله يعني هي معايا هي ومامتها هنا. طب كويس كويس عشان تبقى برضه موجود بقى ومستقر عائليا واجتماعيا كده ان شاء الله. الحمد لله انا احب الاستقرار اكيد، بدوك على كابتن كريم ماليش انا في ما بعرفش اخرج واسهر وكده، فانا بحب تبقى قعده البيت اكتر من قعدتي بره يعني. طب سريعا بقى قبل ما اقفل معاك، بتتابع منتخب مصر؟ في اتصالات من الجهاز الفني ولا لسه الناس ما كلمتكش الفتره اللي فاتت؟ لا انا متابع المنتخب طبعا، وبتمنى المنتخب في كل وقت التوفيق طبعا، لان حضرتك عارف قبل ما اكون لعيب انا مصري، وبتمنى التوفيق دايما للمنتخب المصري. طبعا الفتره اللي فاتت في اتصال ما بيني وما بين الكابتن اسامه، حضرتك عارف الكابتن اسامه مره من اكثر من فتره في قطاع الناشئين وفي الفريق الاول، بيطمن عليا وساعات وبعد الماتشات بكلمه ابارك له وكده، بس مش اكتر من كده خالص. لكن اتصال اللي هو كابتن اسامه بيطمن عليا، انت عملت ايه النهارده، لعبت ازاي كده كويس كويس يعني. اول ما مستواك يستقر وان شاء الله تتالق اكيد هتكون موجود في المنتخب ان شاء الله. والله انا تحت امر المنتخب في اي وقت يا كابتن كريم، حضرتك عارف اي لعيب يمثل منتخب بلاده شرف ليه. انا اللي عليا ان انا اتعب واعمل اللي عليا وادي بمستوى كويس في الملعب، وفي الاخر ده وجهه نظر جهاز فني، هو اللي بيقرر وهو اللي بيختار وهو شايف الاصلح للفتره او هو شايف الاصلح للماتشات اللي هتتلعب. فانا اتمنى لهم التوفيق واتمنى للمنتخب مصر يكون في حته كويسه احسن يعني، دايما في حته كويسه ما يكونش في حته في الاقل اللي هو محطوط فيها دايما. بتكلم محمد صلاح في انجلترا ولا ما فيش اتصال يا محمد؟ لا ما فيش اتصال، تمام. بشكرك يا محمد واتمنى لك التوفيق ان شاء الله في الفتره القادمه مع نادي ماريتمو البرتغالي، وزي ما بيقول محمد ابراهيم عندهم مواجهه صعبه وقويه في الاسبوع القادم في الدوري البرتغالي امام فريق سبورتنج لشبونه، الفريق اللي محترف فيه رامي ربيعه لاعب النادي الاهلي، وشيكابالا، ولكن في مشكله، شيكابالا مش منتظم في التدريبات بقاله فتره كبيره مع سبورتنج لشبونه. هنطلع فاصل ونرجع نكمل مع بعض في كره كل يوم، نشوف كده جوله سريعه في